إنسان ما يتصور كيفاش الله تبارك وتعالى خلق الجبال والسماء والإبل وخلق كل شيء في الكون. هذه المخلوقات اللي هي الإبل ما يشوف فرق مهما كان نوعه ما بغاها. هذه هي مخيمات اللاجئين وولاية السمارة، هي التي نسكنها أنا وعائلتي. نسكن هذه الأرض، هاي أرض قاحلة وأرض صعبة جدا، والأسباب اللي جعلتنا نسكنها فرض علينا الغزو المغربي، وياسر الناس مسميها دار الشيطان، وانا بعد حاجه اللي على الشياطين، حتى الشياطين قاع ما يقدر يسكنها. الوحيد اللي قد يسكنها الجمل. اسمي ميا ولد الحسين، عمري 38 سنه. اسباب رجعتني نعود نملك البلد عند منين خلق توقيف اطلاق النار، مات له خالق عمل ذاك هو، واخترت على اني من فكرتي أنا اخترت على أني نشتغل في هذا الميدان. عندني قررت على أني نعود بالبل، لقيت من هون بوت تيشيرت تمبكتو وبعتها وشريت البل 150 زايلة وشريت راحلتين. الرحلة كانت جد بعيدة، عددها 1600 كيلو. ضبطت منادم معايا وضبطنا حالنا كامل وضبطنا عوينا وقيرنا بالسفر جايين. ترى ما عندنا خبرية في أكبر اللي نعرفه يا غير مولي. في الليل نمشي على بالهادي، وفي النهار بكري أول نهار خلو مطلع الشمس عليه منات، وعقاب النهار خلوا مروح الشمس على يسراتنا وماشي قابلين طريق. منين يعود حاس بالسحاب تشوفه ينتفض، والبلاصة اللي جاية اللي تجي منها السحاب يصد هو عكسها. منين يعود مولي نعت الحال العجاج، العجاج ما جاي غير منين يعود له في غلو هو يفطل له هو انه له يجي، ومنين يعود له يجي تشوفه ينطفى هو يتنبه بشي، يتنبه بشي وينعت لك شي انت ما فت عرفته. البل اعطاها مولانا ذاك المعلوم، اعطاها موهبة، اعطاها عقل ما اعطاها الحيوان الثاني. بها اللي الناقة ضايق من تعود مقرب وتشرب على حاسي
تصرب على حاسه هي مقرب، لكن الحوار اللي في كرش مهما اللي خلق ومهما اللي خلق لا وداله حتى هو يشرب على ذاك الحاسه، يورد ذاك الحاسه ولا تذهب سياني عندها عجاج، سياني عندها الصيف، سياني عندها ما تذهب بلاصة تعنات بها قايستها تراب تعرفها هي تراب تعنات بها لا يتم قايستها ما تذهب عنها بدن. تمينا جايين لاقي الليلة وهارنا منين لحقنا منين فوتنا أسبوع أجبرنا زاد في معلوم وعطينا فيه 7 أيام بضنا زايلة وانحرناها وشرحناها وضبطناها كاملة وعدلنا منها عويننا وقيمنا. تمينا جايين تخطينا مسوحلي شور بلد البل هي أهم شيء عند المجتمع الصحراوي. في مخيمات اللاجئين خلق نقص كبير جدا من الماء والغذاء، وعلى هالنقص فيها اللي أرض قاحلة ما يقدر حد يزرع فيها ولا يقدر حد يعدل فيها أي شيء يسوى هو شنو. المسائل نحنا مواجهين بشيء قالوا ما هو الدواء ولا هو الطب، مواجهين بشيء قالوا الحمل بل والبن البل. ويا رجاج يستعمل البنها والحمها يمتاز صحة جيدة ويمتاز بقوة ما بعدها قوة. مهما اللي جاء من الحيوان مهما اللي خلق من الحيوان البل ما يلحق هالشي. البل أنا عندي اعتقاد وعندي قاعدة، البل نقول البل والغيرها يهبل، البل والغيرها يهبل. البل ما بدلها بشيء يعني. ما بدلها ما تحرك عن الليل بالغير هي الليل بالغير هي